يقول يريد يراوغ القوم، ترى أنا ما همني هذا، أنا وصلت إلى المال. هذا هم مرفوض. ليش مرفوض؟ لأن العباس ما نزل إلى المشرع إلا بعد أن فرق القوم، فماكو أحد أصلا ينظر. اللي يقول لك حتى يراوي الناس، ترى ماكو ناس أصلا. العباس أوصلهم إلى النخيلة، يعني هو بالمشرع وحده ما حد وياه. شي يريد العباس؟ ليش أخذ المال؟ شايف انت هذا العطشان، خصوصا اذا مدت عطشه امتدت، هذا يحاول يتصبر شوي. لكن عطشان ووقت الافطار يجيبون له الماء بارد يخلونه جدا، عطشه شو يصير به؟ اكثر، مو صحيح؟ حتى لو ناس الاسلام Yeah.